النهارده عندنا تشكيله الرجل اليمين قصاد تشكيله الرجل الشمال، وفي الحلقه دي جبت واحد بيلعب برجله الشمال الا وهو البولتكس. ايوه مش انت بتلعب رجلك الشمال؟ صحيح. فعايز توصل الفيديو ده بكام لايك عشان نعمل فيديوهات تانية في المستقبل؟ انا طالبه معايا النهارده 32000 لايك يا جماعه. فبعد ما نخلص الفيديو ده هتلاقوا رابط فيديو بولتكس تحت في الوصف، اضغطوا عليه. فهيا بينا، جاهز للتحدي؟ جاهز طبعا. اول اتنين هاري كين ودي ماريا. انا هاخد هاري كين. الاهداف هاري كين ولا دي ماريا تتوقع؟ اكيد هاري كين. هاري كين مهاجم صريح يعني، جاب اجوال كتير مع توتنهام بس ما كسبش ولا بطوله كده. انا 1-0 ليا. هو نادي دجاج اساسا، ورينا كده. اوكي اللي بعده تقريبا الاسيستات، توقع مين؟ اعتقد اكيد دي ماريا بقى. هاري كين كان واخد اكبر اسيستر في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. لا هقول دي ماريا برضه. انا هقول هاري كين. 2-0 يا جدع. سهل. التسديد، التسديد لا هاري كين. صحيح. الدريبلينج دي ماريا. الذكاء هاري كين ولا دي ماريا؟ لا دي ماريا طبعا، عشان لقطته في نهائي الكوبا امريكا برضه. لا عشان مركزه، المركز بتاعه بيحتاج ذكاء اكتر. وشكل هاري كين غبي برضه صح. 4-3-2. السرعه مين؟ انا اقول الصراحه دي ماريا برضه. اكيد سهله يا بيه. ياه. الفيزيكاليتي هاري كين. هو دي ماريا شبهي، هو في تفاحة آدم منك. 4-3. اوكي اول واحد يدخل تشكيلة انا وهو الهاري كين. فاول لاعب في تشكيلتي هيكون دي ماريا. اوكي ريكاردو كاكا وعازف الليل المعتز. انا بحب عازف الليل قوي ساعات. اوكي كده عازف الليل هيخش لتشكيلتك وانا هاخد الريكاردو. اهداف اوزيل ولا كا؟ على فكرة دي صعبة. لا انا اعتقد اوزيل. اوكي يا عم كسب كرة ذهبية. انا بقول اوزيل، انا بشجع فريقي. 4-4. شكرا. الاسيستات الصراحة اوزيل عامل 200 وحاجة و20. اوزيل عامل اسيستات اكتر من انيستا وتشافي وحاجات غريبه كده. اكيد اوزيل. اكيد. 5-4. 5-4. التسديد كاكا. لا انا هقول اوزيل. كاكا. 5-5. ايه ده الباصات؟ انت اللي عامل الفيديو ده على يا عم. عامل ايه التسديد لكاكا؟ انت ما تعرفش كاكا؟ عارفه يا عم بس اوزيل كان حلو. لا باصات اكيد اوزيل. 6-5. السرعه اوزيل. كاكا. لا انا بقول كاكا برضه صح. انا حاسس ان انت ما تابعتش الميلان. ما تابعتش الميلان بس في دي اقول كاكا. ماشي. 6-6. الفيجن الرؤيه اوزيل. اوزيل وش ممكن. صح صح ممكن. 7-6. الدريبلينج. الدريبل لا اوزيل طبعا ممكن برضو. 7-7. ليتس جو. استنى يا عم انت هتحسبها ولا انت قلت معايا؟ والله كاكا علامه في الدريبلينج برضو. انت ما شفتوش 2007؟ ماشي انت جاوبت قلت معايا، ما بتتحسبش يا جماعه ولا ايه؟ انت شفت كاكا 2007 ولا لا؟ يا عم كان عندي سنتين ساعتها. اشوفه مين تاني واحد هيدخل الا وهو الريكاردو كاكا. يدخل مسعود اوزيل للتشكيله. بنزيما ولوكاكو. الله انا اول مره اعرف ان لوكاكو اشوف. يا عم ده على طول برجله الشمال. المهم انت هتاخد لوكاكو وانا هاخد الحكومه. الاهداف بنزيما ولا لوكاكو؟ لا اعتقد بنزيما. 8-7. الاسيستات انا اقول بنزيما. اقول لوكاكو. 9-7. شكرا. نسخه البراير بنزيما. كده هكسب بفرق يا جدع 10. فانت مرتشي. اقول لك ايه؟ فيزيكاليتي. لا لوكاكو. دي لوكاكو وش كده يعني نسخه رمضان بنزيما الفيزيكاليتي بتاعها عاليه. التسديد لا اعتقد بنزيما. وانا كمان اعتقد البنزيما. يا جدع ايه ده يا جدع؟ الله ينور الله ينور. يا جدع طب ازاي يعني اهدافه اكتر وتسديده اقل؟ ماشي يمكن قوه التسديد يمكن. السرعه سرعه لوكاكو. دي صعبه دي بس هقول لوكاكو. 10-10. تعادل. البالون دور بنزيما. هو ما خدش حاجه ده في تاريخه اساسا. هو ايه المقارنه دي؟ 11-10. هتلاقيه مدريدي ده اي حاجه في صف البنزيما. ايه فبنزيما الصراحه انا مش محتاجه فمش هجيبه. واشتريت نسخه لوكاكو الحلوه اللي هي بتاعت كاس العالم عشان يلعب كمهاجم اساسي. أوه. هاخد الروبرت ليفاندوسكي. وانا هاخد جريزو. الاهداف انا هقول ليفا. الاهداف اكيد لليفاندوسكي اكيد. انما الاسيستات لا اعتقد جريزما. اوه ايه ده ليفاندوسكي اكتر. اسيستات ليفاندوسكي اكتر من جريزما. السرعه اكيد جريزما. جريزما وقال لا يبقى مرتشي بجد. 13 وورلد كاب كاس العالم جريزمان طب. بولندا دي ما انا ما نعرفش في انهي مكان على الخريطه. الفيزيكاليتي. الفيزيكاليتي لا بليفا. 14-12. الراسيات ليفاندوسكي غالبا جايب الفيديو تكسب فيه لوحده. دريفل اكيد جريزمان يا جماعه. كده 15-13. فاضل 2 ونتعادل. ايه المشكله؟ ليفاندوسكي برضه راس حربه وهاري كين راس حربه ولسه هيجي اكيد كريستيانو فمش محتاج ليفاندوسكي. فهشتري نسخه انطوان جريزمان ال 87. اوكي المقارنه الحلوه دي. دي مقارنه حلوه؟ اه ما انت مبسوط قوي. كيف انا هجيب لاعب غير رونالدينو بس هنعمل مقارنه برضه. موافق؟ موافق. انا هاخد الاخ ديبالا. حلو. اوكي الاهداف ديبالا ولا والله ما اعرف ايه بس اكيد رونالدينو. اكيد يعني 16 ولا كام؟ 16-13. اسيستات رونالدينيو طبعا. انت موافق على المقارنه دي؟ حابب ارفع الرايه البيضاء واقول ان انت راجل مرتشي. البلن ادينا كمان نقطه. لا دي كمان لا يا جدع. لا على الطاير مين؟ اعتقد ان هو رونالدينيو. ممكن.
يا جدع. الله ينور، حلو قوي. انا عمري ما شفته بيجيب دبل كيك بصراحه، ولكن جميل. ايه الدفاع؟ مش عارف ايه المقارنه دي، بس مين دفاع احسن؟ اكيد رونالدينيو. اكيد رونالدينيو ما شفتوش بيدافع، ولا ديبالا شفته بيدافع. اوكي 17 16 هو جاب الدفاع عشان يديك نقطه، انا متاكد. البساط اكيد رونالدينيو. هو بيقول ايه للراجل ده؟ 18 الذكاء رونالدينيو. وش رونالدينيو 19 16 عيني يا جدع، الله ينسى اجيبه. الصراحه سعره عالي ومش موجود عندي في الايكون، فمش هعرف اجيبه. ماشي يا جماعه، بالنسبه لديبالا انا مش محتاجه بصراحه، فاهم يعني مش هيفيدني في التشكيله يعني، فمش هاخده. انهار ابيض، ايه ده؟ اجيبه ازاي ده؟ الاهداف الظاهره ام كرويف؟ على فكره الاثنين دول جامدين جدا. لا لو الاهداف هقول كرويف. ظاهره تمام. الاسيستات كرويف. انا اتوقع برضه الظاهره. لا هقول كرويف يا عم. اسيستات يا عم. اه السرعه. لا لا الظاهرة. ظاهرة ظاهرة اكيد. اوكي 21 التسديد. اوكي 22 اللونج شوت. هقول كرويف، معرفش، هقول كرويف، هقول كده فاهم. اوكي اهو دريبلينج اكيد كرويف. لا اهو ليتس جو. الباصات كرويف. فاضل اربعة. اربعة واتعاد برضه سعره عالي. بالنسبة لكرويف يا جماعة فالميزانية مش مستحملة، هو حاليا اقل نسخة منه زي ما انت شايف 1,150,000 وانا معايا 500,000 بس، فللأسف مش هعرف اشتري. والله ايه ده؟ الاثنين معتزلين. ايه ده؟ هو بيل اتكل؟ اعتزل. ايه ده؟ وسواريز اتكل برضه؟ يعني قرب. الاهداف سواريز ام جاريس بيل؟ لا سواريز ناحية الاهداف. اسيستات كمان. انا هقول بيل، معرفش. والله تسديد 26. ايه يا جماعة ده؟ السرعة ماشي، دي هتاخدها سبال. الأصغر وإيه ده؟ يعني إزاي؟ بيل 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 بيل. طب إيه دي؟ هو أي نقط أنت فارق بستة؟ عايز إيه؟ إيه دي؟ أنت عايز تكسب فرق ستة؟ الرؤية بيل. إزاي يا جدع سواريز ليه رؤية عالمية والله؟ لا لا بيل بيل. سواريز يا نهار أبيض. أيوة يابا. السكيلز بيل. ماشي ماشي. يلا ليتس جو. أنت ممول ولا مين؟ كيلو زيتو سواريز رسميا هيدخل بس على الاحتياط. بالنسبه لجارث بيل هشتري النسخه الجولد، ولكن هحطه على الدكه يا جماعه، لان ايه في ناس يعني افضل منه واقفين حاليا في التشكيل الاساسي. اوه دي حلوه. الاهداف امبابي ولا هالاند؟ لا امبابي. امبابي 28 اسيستات. امبابي. الكياء لازم امبابي يبقى كسبان. التسديد. التسديد هالاند يا جماعه، مع ان الاهداف اكتر. ماشي. السرعه. طب تقارن ايه بايه؟ 30 الراسيات. هالاند 24. القيمة السوقية. امبابي. امبابي ده امبابي يعني فاهم، قالوا له خد باريس سان جيرمان. 31 فيزيكاليتي والتحمل. هالاند 31 26. اوكي هات لنا الكليان ابن حمدان يدخل على الشمال. عندي هالاند اعارة ماتش واحد بس اللي هلعب بيه، فيعني نحط ده مش مشكلة. والله محمد صلاح كنت عايز انا نيمار ده. انت شايف عامة مين احسن، نيمار ولا صلاح؟ لو كلاعب متكامل نيمار. الاهداف. الاهداف نيمار. نيمار اكيد. الاسيستات نيمار برضه. نيمار هيكسب في حاجات كتير قوي يا جماعه. 33 التسديد صلاح. صلاح صلاح دي صلاح. الباصات نيمار اكيد. نيمار 34 الدريبلينج نيمار. متاكد انت بتقارن ولا ايه؟ هو نيمار اكيد. التحمل الكوره البدنيه صلاح. حلو. السرعه صلاح. صلاح هو بقى فرق كام كده؟ لا انا بطلت اعد بعد رقم 6 الحين. اوكي هات لنا نيمار ابن السيليساو. بالنسبه لصلاح فلا برضو انا مش عايزه، حاسس ان في ناس اجمد من كده قادمه يعني، لسه هنشوف. والله ايه ده؟ هو بيقارن كريستيانو. بيقارنهم ليه دول؟ عايز ايه ده؟ الاهداف مارادونا ولا رونالدو؟ كريستيانو الهداف التاريخي لاي حاجه في اي حته. والاسيستات كمان كريستيانو. كريستيانو الورلد كاب كاس العالم، هو عايز يكسب مارادونا في اي حاجه. لا راجل مارادونا يا جماعه. الفيزيكاليتي على فكره فيزيكاليتي مارادونا حلوه برضه. السبلة الراسيات ليه ليه ليه؟ اكيد مارادونا يعني مش محتاج. 39 الباصات مارادونا. اديله اي حاجه. دريبلينج والذكاء المفروض يزود اثنين هنا. ايوه طلع بيزود بالاثنين. ف هات لنا كريستيانو رونالدو الجولادور. اطلع بره هاري كين. بس للاسف يا جماعه مارادونا مش موجود في اللعبه. هنتخطى للاسف يعني. نهار ابيض الاهداف. انا هجيبه ازاي ده؟ اهداف ميسي ولا بيليه؟ اهداف بيليه. صراحه المقارنه دي حلوه. فهو بيليه. والله البول قال ليونيل ميسي. ازاي ازاي؟ انا مشجعك ليه؟ لا غلط غلط غلط. ايه ده هو ميسي اصلا انا في فريقي؟ ميسي طبعا. انت هتتجنن علينا ولا ايه؟ الاسيستات. الاسيستات ميسي. زود يا بيه زود. زود كده. دلعنا. تسديد وصناعه الالعاب ان شاء الله. ميسي. لا ميسي طب جدع. عيد ايه الراسيات اكيد يعني. بيليه. الله البيليه سرعه مش فاهم، بس هو ممكن ميسي. بيليه عموما. بيليه
يا ده حرام. الذكاء ميسي، مفيش اذكى من ميسي يا جدع. انا بشجعك لكاس العالم للاسف. بيليه 42 بس بقى فرق 4 يا جماعه، في امل. اكاد اراه الصراحه، سعره غالي برضو جدا فمش هعرف اجيبه. ادخل ميسي الفلاش باك مكان دي ماريا يا جماعه، يعني كجناح يمين اساسي وقعد دي ماريا دكه كده الدنيا حلو. خشوا مع بعض على طول هنقول مين اللي احسن من مره واحده. جيمس رودريجيز امام كيفن دي براين. عموما كيفن لو برايم رودريجيز كله برايم كيفن كده 43. انا كنت بحبه خلاص. جات لنا الكي دي بي كيفن دي براين، هيدخل على طول التشكيله الاساسيه. بالنسبه لجوردي البا فلا لا لا مش هاخده يا جماعه، بطيء ويعني اكيد في ناس اجمد جايه. ايه كاسيميرو قصاد مارسيلو مين يكس؟ انا بفضل مارسيلو بصراحه، بحب انا هاخد كاسيميرو التشكيله، بس مارسيلو اصلا مش موجود في اللعبه. انا هقول برضو مارسيلو كتاريخ مارسيلو. اوكي هات لنا الدبابه كاسيميرو برضو يدخل التشكيله الاساسيه. والله ما اعرفش الاثنين اصلا ما بحبهمش ولا بتفرج. جوردي البا كتاريخ مع انه كاتبه دافيد الابا، بس انت هتاخد جوردي البا؟ اخد جوردي البا. جوردي البا البا اوكي كتاريخ البا. اوكي هات لنا روبن دياز يدخل على طول. اليسون قصاد كورتوا، احنا محتاجين حار. كورتوا هاخد كورتوا. اوكي انا هاخد اليسون. والله اكتب هات لنا الاليسون. قال لي كارت الكورتوا في السوق ب 50,000 يا جماعه، فايه نكلف ندفع ونكلف. الابا لا مفيش راموس وش راموس. يعني هاخد راموس. خد يا عم راموس. هات لنا السيرخي دول راموس. فدافيد الابا هيكون اول قلب دفاع معانا في التشكيله. فالفيردي رجل اليمين ام فودن. على فكره المقارنه دي حلوه. لا انا بقول فالفيردي ايه ك يعني مراكز كتير يعني. فودن حلو برضه بس هنشوف. فودن جميل ده في مصلحته. انا مبسوط ليه. اوكي ادخل يا فلفل. بالنسبه لفودن فلا يا جماعه مش هاخده، انا عندي الاجنحه متاخده كلها. ديونج فرناندو سيلفا. لا سيلفا يا جماعه، انا هاخد ديونج للتشكيل وانا هاخد سيلفا للتشكيل. تعالى يا عم سيلفا. ها تعالى الفرنكي ديون. صراحه التشكيله عالميه. برناردو سيلفا هدخله يقف كايه واحد سي ام كده يمسك نص الملعب مع اوزيل. من هو اللي فيرجيل فان دايخ؟ الفونسو ديفيز فان دايك يا جدع، افضل لاعب في اوروبا الفيرجيل. انت تاخد الفونسو. تعالى الفيرجيل فان دايخ واطلع بره يا روبن دياز. خش يا عم الفونسو ديفيز للتشكيله. كارفاخال وسط كليني. كارفاخال كليني يا عم كارفاخال. كارفاخال ليه 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 سبب واحد معرفش، كان بيعمل عرضات حلويه كليني الصراحه. خال يا عم اهو. فات لنا الخال كارفاخال يدخل للتشكيل. خش يا حاج كليني للتشكيله كقلب دفاع تاني، ويعني معرفش بقى ده هيعرج ولا هيجري ولا ايه اللي هيحصل. بيبي قصاد مندي. بيبي بيبي بحب بيبي بصراحه. نو طليق. بصوا يا جماعه انا هدخل مندي يلعب باك شمال واخلي دافيز هو اللي ناحيه اليمين، معرفش ليه. مفيش ظهير شمال بيلعب برجله اليمين غير لجواو ديل كانسيلو يدخل على طول التشكيله. ميسي أوه. ولا كريستيانو؟ دي المقارنه النهائيه. ما في ايه بقى؟ انا الصراحه عايزك تكسب ميسي. والله البول قال لي وليه؟ ده مرتشي باين عليك. تشجع مين؟ كريستيانو يا عم. وكان عندي دلوقتي تشكيله كامله بتلعب بالرجل اليمين زي ما انتم شايفين، كلها قدم ضعيفه القدم اليسار. ودي دلوقتي يا جماعه تشكيلتي كلها بتلعب بالرجل الشمال زي ما شايفين، هالاند ولوكاكو وميسي وكل اللي احنا طلعوا لي. انا كسبان لحد دلوقتي، بس الماتش هيكون ب 15 نقطه. لو كسبت الماتش تعدي ب 15 نقطه وممكن تكسب. جاهز يعني لو كسبتك في المباراه دي ابقى انا كسبت التحدي كله. يلا إيه؟ جاهز. فاكر لما كسبتك؟ لا مش فاكر. ايه ده يا جماعه ده؟ هو انت طلع لك امبابيس؟ تشكيله كامله يا جدع، رجل شمال وسط، تشكيله كامله رجل يمين. بص البولجا. يا سلام يا سلام الفنصة. يا سلام استنى الله على الفرجل. يا فرجل يا فرجل يا سلام ايه انا هرب شالس. هو بيشوط بظهره ازاي كده؟ لوكاكو 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 لا لا ابلع. اوعى يا عم فان دايك. والله انت المفروض تطلع الواد اللي بيشوط الكوره على فكره. حط جريزمان يا ابن اللعيبه. 1-0 يا جماعه عن طريق جريزمان في الدقيقه 17. هو انا فاكر ما فيهاش ولا واحد 5 ستار ولا ايه يا جماعه؟ اجري كريستيانو حاسب الدون. كريستيانو الحمد لله حاسب. هقول لك كريستيانو يا فاهم يا جدع بقى خلاص. هو ده كريستيانو انهي نسخه ده يا جماعه؟ ارفع الرقم 6 لكيفن. كيفن حكم يا جدع اي حاجه. روح امبابي. خد امبابي. والله امبابي. روح امبابي. انا ورونالدو مش مفهوم. ورونالدو انا سايبك عشان على قناتك. لو انا حبيت اجيب جول مثلا دلوقتي بروح من الجنب كده
وبكمل وبباص بالعرض وبفرش ده وبحط جول. شفت اهو. ايه شوط اول بقى، شوط اول، شوط اول. ها ها ها، روح روح يا عم. الحكم ده يبقى خالي. ايه يا عم، قول له رن بقى، انت رايح فين؟ اما يجيب رن لا كريستيانو اكبر، كريستيانو اكبر احلام مع الكرفخال. ده درس يا جماعه لازم نتعلمه كلنا، لما تكون على قناه حد من الذوق ان انت تسيبه يهدف اهداف جميله زي دي يا جماعه. بعد ما تسيبه يهدف يا جماعه، ادي الكره لميسي وخلي ميسي ايه يروح ويلعب للوكاكو. يا عم ما زهقت انا، زهق. ده الدرس هو كامل على بعضه كده. روح يا ابن حمدان. طب ايه؟ رونالدو الهاتر. كريستيانو الهاتر. شوف يا جدع، شوف يا جدع، جول صعب، جول صعب. اه هو ميسي عمل ايه عندك؟ اهو اهو اهو. قوم هرب يا نهار ابيض. مش تقول يا هالاند ان انت في منك رجا؟ خد يا ميسي كده عشان بس الهدف اللي ضاع ده. امسك. ايوه اهو ليونيل اهو. حلو حلو حلو. 4-3. حلو 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 حلو. لا الله حرام. الحمد لله الحمد لله، كسبت حظ اصلا. البولجا. اوكي انت كده كسبت التحدي للاسف. سهلة وبسيطة ومش محتاجة. انا اللي بدي ال 15 نقطة دي القانون بتاعي. فهتلاقوا فيديو حالا ظهر لكم، اضغطوا عليه قبل ما اقول السلام عليكم. وفيديو بولتكس تحت في الوصف. والسلام عليكم.